بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بفضل الله عملنا إنجاز كويس في إننا نخلي الراجل يحط حاجات في السلة بتاعته، وإحنا احتفظنا بالكارت بتاعته في الداتابيز. فعايزين بقى نبدأ نسعى في إن إحنا نعرض الكلام دوك. ماشي يا جماعة؟ عايزين إيه؟ نسعى في إن إحنا نعمل إيه الكلام ده. فنفتح البروجكت كده، تمام. خلاص احنا كده خلصنا، خلاص بفضل الله موضوع الايه الاد تو كارت. عايزين بقى نعمل شو كارت، عايزين نعرض الكلام ده. فهنبدا نظبط فيه. طيب طبعا في البدايه هنبدا ان احنا يعني نظبط موضوع اليو ار الز والفيو والكلام ده. فهاجي طبعا في الفيوز، طبعا انا في الفيوز بي واي عند الاوردرز، ماشي. هاجي هنا اعمل ديف، اوكي، كارت، بس كارت، تمام، السله، ماشي. وادي الاقواس بتاع الفيو بتاع الداله يعني في البايثون، وادي ايه الريكوست، اوكي. طيب بفضل الله ممتاز جدا. وادي ايه الكولوم، وندخل هنا نبدا ان احنا نشتغل. الفيوز المفروض ان هو هيرندر تمبلت، صح؟ طب فين التمبلت؟ لا ما عنديش تمبلت. الله، طب ما عندكش تمبلت ازاي؟ روح اعمل التمبلت ولا اي حاجه، سهل جدا. جوه التمبلتس انا عندي كل تطبيق له فولدر وجواه الحاجه بتاعته. كليك يمين على تمبلتس، لان انا ما عملتش حاجه للاوردرز حتى الان في التمبلتس، ماشي. ونيو ايه؟ نيو فولدر، هسميه اوردرز، ماشي، حلو قوي. الاوردرز ده بقى كليك يمين عليه ونيو فايل، هسميه كارت، تمام، دوت اتش تي ام ال. ادي الكارت، تمام. طبعا كالعادة أول حاجة هتعملها هي إيه؟ كود جانجو، هتقول له فيها اكستندس لإيه؟ أيوه، للبيز دوت اتش تي ام ال. ده أول حاجة وأنت مغمض. أنت شغال هتعرض الكارت بتاعت الراجل، ماشي؟ فبما إنك هتعرض الكارت فأكيد هتعرض صورة مصغرة للبرودكت اللي عندك. خلاص يبقى تعمل لي ايه؟ كود جانجو هنا. لما اقول لك كود جانجو كيرلي بريسز واثنين علامات في الميه في نصهم على طول، خلاص. هنعمل هنا كود جانجو ونقول له لود. لود لايه؟ لود للاستاتيك. استاتيك، خلاص؟ ماشي. ونعمل التايتل، نعمل البلوك الخاص بالتايتل، ادي كود جانجو اهو. وهنا هنعمل بلوك اللي احنا عملناه قبل كده اللي هو تايتل، ماشي. واند بلوك على طول في نفس السطر، كود جانجو برضه اهو، اند بلوك، اوكي. وهنا هاخد مسافه زي ما عملنا في الصفحات الثانيه، هاخد مسافه واعمل بايب كاركتر كده، واخد مسافه ثاني واكتب ايه كارت. بس ده بالنسبه لايه للتايتل. وزي اي تمبلت تاني هعمل كود جانجو للكونتنت اهو، كود جانجو، هكتب جواه بلوك مسافه كونتنت، وفي الاخر كود جانجو اند بلوك، تمام كده؟ تمام لغايه كده بفضل الله، تمام قوي قوي قوي، حلو. طيب في عندنا، لو احنا رحنا في اي تمبلت كده مثلا زي اي تمبلت ساين ان، عايز بس اخد ايه اول ديفايه دي، بس هي الديف دي عايز اخدها كده، لان دي ايه ليها طريقه معينه كده اهي. وادي عمل لك هو لوحده سلاش ديف، ماشي، على اساس تعرض وبالمره العنوان. احنا ما خدناش العنوان ليه؟ بالمره، ما هيبقى كله يعني اسطمبه واحده اهو. ناخد ده كمان كوبي، خلاص، وايه نحطه هنا بيست، ونكتب هنا ايه كارت، بس كارت
بس سهلة اهي. وادي ايه ال اتش ار ده كده التمبلت خلاص موجود كده، خلاص التمبلت موجود. ارجع بقى هنا في الفيو بقلب جامد ديف كارت خلاص عملته ريتيرن ريندر. تمام ريندر لان انا هبعت له كونتكست بقى. ماشي ريندر هنقول له ايه طبعا الريكوست الاول كوما، بعد كده هتقول له من التمبلت عايز الاوردرز بعد كده سلاش، هتلاقي جواه حاجه اسمها كارت دوت اتش تي ام ال بس لغايه دلوقتي. وادي ايه سيف. يبقى انت كده عملت التمبلت اللي بيعرض الكارت بشكل مبدئي طبعا، ماشي، وعملت الفيو اللي بيغذي وبيعرض من التمبلت ده. فاضل ايه بقى؟ فاضل ان احنا نروح لليو ار الز الخاصه بايه بالاوردرز. فين اوردرز؟ اوردرز ادي ايه يو ار الز تو بي واي. تمام طيب فهاجي هنا هزود رابط جديد، ادي باص والقوسين وكوم على طول وانا مغمض ولا اي حاجه، كارت بس كده خلاص. كارت كوما هتتغذى منين؟ من الفيوز دوت لسه عاملينها اللي هي ايه كارت، ماشي كوما والنيم بيساوي كارت بس. وادي ايه سيف على كده، كده خلاص ظبطنا التمبلت ثم ظبطنا الفيو ثم ظبطنا اليو ار ال. كده ما فاضلش غير ان احنا نروح في التمبلت الرئيسي اللي فيه نادي بارشلز ناف بار. فين الويلكم؟ ادي الماي فيفورتس. ماشي اوكي دي كده ايه دي كده الماي فيفورتس، بعدها ديفايدر، بعدها لوج اوت صح تحت الماي فيفورت. شفت الماي فيفورت اهي، خد اللينك بتاعتها كوبي خلاص، خد اللينك بتاعتها كوبي كلها كده بكل اللي فيها. تمام وانزل انتر وحطها بيست، وبدل ماي فيفورت خليها ماي كارت، وبدل ما هي بتجيب من اليو ار ال بتاعت الشو برودكت فيفورت خليها تجيب من اليو ار ال اللي هو كارت بس. بس ولا اي حاجه تاني ولا في اي مشكله خالص. يبقى ده كده ايه عنصر جديد هيتضاف للراجل اللي مسجل دخول. تمام حلو قوي. يبقى احنا كده بفضل الله عملنا ايه؟ عملنا التمبلت بتاع الكارت من جديد، ما كانش معمول عملناه. بعد كده رحنا للفيو حطينا فيو بيتغذى من التمبلت، بعد كده رحنا لليو ار ال عملنا ار ال بيتغذى من الفيو، بعد كده حطينا الرابط اللي بيوديك لليو ار ال ده. بس تعالى بقى كده نجرب الكلام ده. طبعا انت هتروح هتلاقي صفحه فاضيه طبيعي يعني كده زي ما احنا ما شايفين اهو، حتى لو عملت ريفرش مفيش اي حاجه لان الكلام ده اصلا واقف على ايه على تسجيل الدخول. فهنا هعمل ساين ان وهسجل دخول مثلا بوائل وهحط الباسورد وهدوس لوجن. تمام بقت ويلكم، هتفتح ويلكم هتلاقي بروفايل لوائل وماي فيفورتس وماي ايه ماي كارد. انا بقى هدوس على ماي كارد دي علشان اجرب اهو، راح زي ما احنا ما شايفين لايه للكارت. تمام طبعا دي لسه هتتملي يعني دي مش هتبقى كده اصلا، الكارت دي مش تبقى فاضيه كده، الكارت دي لسه هيتحط فيها حاجات كتير خلاص لسه هنشتغل فيها يعني. طبيعي ما فيش كارت هتبقى بالمنظر ده خالص، لسه على الاقل هيقول لك ايه ما فيش كارت هنا على الاقل صح، او ما فيش اوردرز هنا على الاقل، ولكن لسه احنا ما عملناش ايه ما عملناش اي حاجه عشان نكمل الديزاين يعني يتظبط كده يعني خلاص لسه ما عملناش اي حاجه عشان ايه الديزاين ايه يتظبط زي ما احنا مش شايفين كده زي ما بتظبط في اي حته يعني خلاص. فطبيعي ان احنا ان شاء الله هنظبط معاها واحده واحده لغايه لما نعرض الكارت الخاصه باليوزر بكل سهوله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده
اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتاكد تماما انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.